طب لما بتقولي ان بابا وماما تعبوا معاكوا قوي، ممكن تكلمني عن المشوار اللي مشيوه معاكوا شويه؟ يعني ايه طريقه، ايه طبيعه التعب ده؟ لا، يمكن ماما كانت على طول بتحضر معانا كل تمرين من واحنا صغيرين. كانت على طول معانا في كل بطولة، معانا في كل تمرين، بتسافر لكم على طول؟ كانت بتيجي معانا بطولات. يعني فعلا كانت، يعني كانت ورانا على طول الوقت. يعني يعني لما نقلنا انجلترا سافرت معانا، سافرت معانا بالظبط، سافرت معاكم واقامت معاكم طبعا بالظبط. وبابا طبعا كان داعم سبورتنج، بابا يعني كان سبورت بطريقه غير طبيعيه طبعا لينا. يعني يمكن هو نقل دبي اصلا، نقل يمكن احنا لما عشنا في انجلترا كانت الحياه طبعا مش سهله ان احنا ننقل حياتنا انجلترا ماديا مثلا، اتليست ماديا. فبابا نقل حياته كلها خالص، طلع بره مصر عشان يشتغل بره مصر، وحرم نفسه من حاجات كتيره. كل فلوس كانت بتجيله كان بيصرف عليها انا ومروان. فيعني بابا كان تفكيره دايما من نوع لو عنده جنيه في البنك، لو هو شايف الجنيه ده لو صرفه عليا في تمرينه هتفيدني لمده بنسبه 10% كان هيصرفها عليا. حتى يعني كان فعلا صرف عليا كل اي فلوس كان بيعملها كان بيصرف عليا انا ومروان. ف لان عشان تصنع بطل في السكواش ما بين قوسين كده، انت محتاج انك انت تدعمه دعم مالي برضو. هو كان الانفستمنت بتاع بابا كان مش في مشاريع، كان الانفستمنت بتاعه كان بيستثمر فيكوا انتوا بالظبط طول عمره. يعني ما ينفعش، معلش اعذرني في السؤال، يعني مروان او محمد اي حد، ما ينفعش انك انت تطلع بطل سكواش مثلا او اللعبات اللي هي زي التنس من غير ما تصرف، من غير ما تستثمر. لازم تصرف طبعا، خصوصا وانت صغير. وانت صغير بالذات، يعني دلوقتي الفلوس هي، يعني انت لما يعني مثلا زي محمد قال بابا هو انفستد فينا، استثمر فيك وانتوا الاثنين. فجاء في وقت واحنا صغيرين خلاص ما كناش يعني ما طلبناش منه طبعا، بس ما فيش بديل تاني. عشان تنجحوا كان لازم ان يبقى فيه كان لازم دعم مالي كبير. ده أكيد. هو الوالد كان بطل سكواش؟ لا لا، امال انتوا يعني؟ هو مهندس ومامته مهندسه. كويس.